مرحبا بكم عزوز الفلاوان، واش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل عزوز الفلاوان. مرحبا بكم على شاني، ومرحبا بكم ديال انا جديده، مرحبا شويه من جديد في تزوره، وندينا عطاكم صحه سيس ونيتا اللي عسيس ونصابو سيغ في لا فيديو بوسي كيف حبي قدي بوكم تدا البحر ادلس. انا غاسو نشد هاد انكم في شويه واحد يومين انا شون كان يقول قنبول تما انصبو كشطح على البحر داوت صافي كني بجوجي شغل كي تبارطاجا يد ونشوف ماشي شغل الحاجه شغل تبارطاجا الحاجه هاكم مالح وكل تبارطاجا صافي في دمو تبارطاجا يد باش تاتي كي قلنا نروح قد وخنبول تما سمح مسيو في الميغارا مت بريباري اوكو زعما كي زعما مت بريباري اوكو لبسان نو مت بريباري اوكو شاد نوي سربيت واش كشت في الميغ غطا صفحه كي بوغ تما كنت كسر مستثمر كي مسكين تقاحت اجاك اتزاك وتد الكاميرا تولي مسكر بولت ما مش تاوينو كي كاباين مسكيت هنا اثن من الذهن اتزياني هبا سولا تنس في تسالي تنس في راكين كما قلت لكم خوتي رانا لحقنا هنايا لدلس راح نكون هو هنايا شويه في دار اختي او بيان سور كما قلت لكم بالنسبه لي روتينات تاع الشغل تاع التحفيز ديما نبارطاجي معكم ولازم علينا نبدل شويه هكا باش نكاتب شويه روتينات ايما لا خوتي كما قلت لكم رانا لحقنا وبالنسبه واش بريبارينا الماكله واللبسه تانيك ما صورتهاش على خاطر درتها برك درناها برك بالزربه على خاطر هذه الصبيحه ديت اختي الدونتيست باش الضرسه تاعها توجعها بزاف ومن بعد صافي ما بارطاجيت معاكم لا بريباراسيون دروك اخياتي راح نهبطوا لدار اختي ومن بعد كي نوليو ان شاء الله كي نروحوا للبحر راح نشارك معكم. ايوا اخياتي باي باي، مشاهده ممتعه للجميع. شحال يسمي تسد سويلا ها يا رزان اصاجيحه يا رزان أنت تشكوس ها هو سد شدهات شوف دي قد شوف هو رازل ادنو وعاد يستسوي لك خديم هنا يا خوتي راني نستنى باش تحطي لي اخاه صافي هنا يا خوتي كي لحقنا صافي ما لقيناش اختي في دارها كانت في الخدمه ومن بعد كي عيطناها بالتليفون قالت لنا راح تلقاو لاكلي عند مرت لوسها وثاني كمان بنتها كاينه هنايا ومن بعد صافي اختي تسادت جابت لاكلي وراحت راهي في الدار تاع اختي وانا راح نستنى بنت اختي رازان راح نديها معايا على خاطر توحشتها مالجري البارح اللي راحت ميدانا مي بصح توحشتها. انا يا اخيتي نموت على داي لا فيريتي ما على باليش الا راح نقعد هكا نموت عليهم ولا راح يتنحى لي كي نتزوج وكي يكون عندي دراري ان شاء الله ما على باليش الا راح يروح للخطر هذاك الخطر كامل الناس اللي نعرفوهم يقولوا لي انا يعني ما عنديش الخطر باش نشد الاولاد باش نربيهم ولا باش نقعد معاهم بصح انايا نحبهم لا فيريتي شغل عندي خاطر بزاف بزاف مالغي يكونوا واعرين وكامل ولا يبكيو عندي خاطر. هنا يا خوتي دركا راني جبتها وبيان سور راني نقصر شويه مع لا فامي تاع راجل اختي اما لا راح نخليكم شويه مع الفيديو ومن بعد نولي لكم هي تحليه كنت جشت تحكوا لا فيديو ومن بعد ادو على غور كنت ان شاء الله لا ولاش صوت هذا حتى شويه قلعوا حتى انا مسكنه الطاس لا لا امي امي خم باي باي ياسم ياسم ست شطوحة اولادي التليفون كان كاكو كوكو كاكو كوكو ابو بو 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 مامو 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 لا عندي بون اه
هنا يا خوتي كي لحقنا للدار تاعها لقينا واحد سخانه سخانه بزاف بزاف، ومن بعد شعلنا الكليماتيزور تاعها، راح نستناوها هكا كابيبر 20 دقيقه باش تلحق، ومن بعد راح نسقمو شويه دوزن بيان سور باش نروحو ديريكتومون للبحر. وبالنسبه للماكله خياتي كيما قلت لكم رانا بريبارينا كامل في دارنا، بريبارينا لي فيتو تانيك تشكتوكا راح تشوفوه في الفيديو تاع الغد ان شاء الله. دركا راح نخليكم شويه مع الفيديو ومن بعد نولي ليكم. اي فوالا هنايا خوتي انا حكينا الطريق وراح نمشي للبحر ديريكتومون. كما قلت لكم رانا جبنا معنا المستلزمات اللي راح نسحقوهم، جبنا تاني كدرات على خاطر وليد اختي تسعديت راهو صغير شويه عنده بيبي 9 شهور الله يبارك، صافي لازم نجيبو معنا بزاف سربيتات ودرات اي سورتو سي بوسيبل راح يرقد. وتاني كما ما لازم راح ترقد، راه سي بوسيبل راح ترقد على خاطر راح تعيا وترقد. وجبنا تاني بزاف الماكله على خاطر ما كاش في هذيك البلاصه، ما كاش الحوانات، ما كاش لي ريستورون، شغل بلاصه ايزولي شويه، صافي لازم علينا نجيبو بزاف الماكله. المهم شوفوا رانا روحنا كيما كامل الجزائريين، كيما يروحوا الجزائريين، كاين يعني كاين بعض الناس يروحوا بلا زعما يديو ما يديوش معاهم الماكله شغل يديو في لي ريستورون، مي بصح حنايا تلمو البلاصه هذه كيما قلت لكم ايزولي شويه، ما عندهاش لي ريستورون، ما عندهاش الحوانت زعما باش تجيبي لي كاسكروت ولا تجيبي اي حاجه هكا تسحقيها، فصافي لازم علينا نديو معنا لي كابا تاع الماكله. فوالا دركا خوتي راح نخليكم شويه مع الفيديو، مشاهده ممتعه للجميع، راح تشوفوا واحد المناظر في الدلس واش نقول لكم عليها، مناظر جميله بزاف بزاف ان شاء الله، راح تجيو كامل الدلس وراح تكومبيو هنايا في العام الجاي ان شاء الله الى تنحت الكورونا. على خاطر والله العظيم عندها واحد المناظر واش نقول لكم عليها، مناظر شباب بزاف بزاف انايا نحبها بزاف. إملا راح نخليكم مع الفيديو، مشاهده ممتعه للجميع. هي في حداك وتلقى كل فيديو ناكو تدكيني يدلس ساعة خيرا لي جوي كي نعشقو تدين حق ربي زادن زادن سورتو جوف حارس لا جوف حارس كوغا نروح نكوني يعني دايور موكا دوك خيرا تحذاين تبع انتي غادي زير روح انت لقينا تدوس الفقرة ومكانا كينيا ميدمج ممكن ننتجها مليح مليح، ما ممكن صح صح كينيا جبيت جوف حاني اشكي زعما مش وكي وسينام جحد عمنا كياس نغاد عمامي ماشي مليح مليح نحمدو كان ندير لا وك ارمج سوت ما داوز لا غوردن يدم تجي ندير لا غارمج وكلي يمكن نقي من اليز وكلي تواد وفن زعما نمقرو كلي صح نروح ندال لي رونشي نورمال مي كي كي لنخلو غوردن صافي وبجيجي فلانا عندها الا رمج ابقي من اللافون كي نسني هو كما قلت لكم خوتي حنايا في دارنا كامل نحبوا نروحوا لبلاصه وين البلاصه تاع البحر وين كاينه الرمل على خطر ديما يكون معنا دراري صافي لازم نديوهم البلاصه وين يلعبوا يقدروا يلعبوا على خطر لو كان نديوهم في بلاصه فيها لي روشي ما يقدروش يلعبوا وما يقدروش يبروفيتيو البحر. اما لا خوتي راح نخليكم مع المناظر اللي تاخذ العقل ومن بعد نولي لكم.
لا تسبر كم يعود يمي ما مشي تبضى تحسب الطبقة عب ما يبغى ماشي كي تادو سالي كي يقع مش يمكن اراز عليك شي مكان الله الله عندك هذا وديك 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 وادي يمكن على الزن وادي وادي هذا سادي يمكن على الزن وادي
طيب. حسن خلاص يمكن عبدك أزيان أو حا وحا نحكي مع الأرض أخذ الأرض الفض يا زيان يوا ما طيب كده إيش ما تيجي تسوي كده هس شم تليفون هذا يوا